السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الحلقة العاشرة من سلسلة الفتح الإسلامي في العراق. في الحلقة الماضية تكلمنا عن انتصارات المسلمين في معركة المصيخ وما بعدها، وأنه قضي على هذه القبائل العربية وقضي على النفوذ الفارسي، وأنه بعد هذا الإنجاز العظيم بسطت راية الإسلام على العراق. فلما تم هذا الأمر لخالد رضي الله عنه جمع جيشه وتوجه نحو منطقة الفراف. هذه المنطقة توجد على الحدود العراقية الشامية وتتبع للروم. وماذا يعني هذا؟ يعني هذا أنه أول صدام عسكري بين الروم وبين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. علم الروم بقدوم خالد فاستعدوا غاية الاستعداد، يعلمون ماذا فعل خالد بالفرس وما فعل بهذه القبائل العربية، استعدوا غاية الاستعداد، وأيضا استمدوا الفرس وطلبوا مساعدتهم، متناسين هذا العداء التاريخي القائم عشرات السنين بين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. تناسوا المعارك، تناسوا المذابح، تناسوا الحروب، تناسوا حرب النفوذ. كل هذا الأمر وكل هذا العداء الممتد مئات السنين ذاب بقدوم خالد بن الوليد رضي الله عنه. فرح الفرس بهذا الطلب وأرسلوا إليهم الجيوش بالآلاف، وكذلك قام هؤلاء الروم استعدادا لخالد رضي الله عنه وأرسلوا إلى القبائل العربية تنقض العهد وتنضم إلينا حتى نقضي على هؤلاء المسلمون الغزاة. استعدوا غاية الاستعداد، وأقبلت الفرس بالآلاف وأقبلت القبائل العربية وأقبل الروم من كل حدب وصوب. امتلأت الأرض بهذه الأعداد الضخمة حبا وانتقاما وتعطشا للقضاء على هؤلاء المسلمين. سار خالد رضي الله عنه تأتيه الأخبار بتحركات هؤلاء الأعداء بوصول الفرس والقبائل العربية الخائنة، وكذلك اجتماع هؤلاء الروم بهذه الأعداد الضخمة، وأنهم ينتظرون خالد رضي الله عنه. اتجه رضي الله عنه بهذا الجيش الإسلامي العظيم الفاتح باتجاههم غير مبالي بهذه الأعداد الضخمة. فلما وصل إليهم حال بينهم وبينهم نهر الفرات، فقال الأعداء: إما يا خالد أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. فقال خالد رضي الله عنه: بل أنتم اعبروا إلينا. أراد خالد رضي الله عنه بهذا الأمر وهو أن يعبروا النهر أن يجعلهم محصورين بين جيش المسلمين وبين النهر، وكذلك هذه الآلاف المؤلفة من الروم ومن الفرس ومن العرب عندما تعبر هذا النهر سيكون فيها مشقة وتعب حمل هذه الخيول وحمل المشاة وحمل السلاح. فأراد رضي الله عنه أن يستفيد من هذا الأمر، فقال عقلاء الفرس وعقلاء الروم: يا قوم احتسبوا ملككم، يعني ملككم ذهب سيذهب على يد هذا الرجل، احتسبوا ملككم، هذا رجل يقاتل على دين وله عقل وله علم، والله لينصرن ولنخذلن. لكن هذه الجيوش المغرورة رفضت كلام هؤلاء العقلاء وعبرت النهر واجتمعت أمام جيش خالد رضي الله عنه. لما اكتملت هذه الجيوش وقطعت النهر وأصبحت أمام خالد رضي الله عنه بالآلاف، قالت الروم للفرس والعرب: امتازوا اليوم حتى نعرف من يثبت ممن يولي. امتازوا يعني تفرقوا، يكون جيش الروم وجيش الفرس وجيش العرب، لا يكون جيش مختلط، حتى نعرف من يثبت ممن يهرب. فتفرقوا فأصبح أمام جيش المسلمين جيش الروم وجيش الفرس وجيش العرب. لأول مرة في التاريخ يقابل العرب المسلمون جيشا مكونا من الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية والقبائل العربية الموالية للفرس والموالية للعرب. لا شك أنها ستكون معركة حاسمة ومعركة خطيرة على جيش المسلمين. في هذه اللحظة لما اكتمل هذا الأمر واكتملت جيش الأعداء ووقف جيش المسلمين العظيم الصابر المحتسب، بدأت المعركة وتدانى الجيشان، جيش المسلمين وجيش الأعداء الذي يبلغ الآلاف، قد ملأ الأرض وكله كبرياء وغطرسة، وليس عندهم أدنى شك في القضايا على هؤلاء المسلمين. تدانى الجيشان، ثم أمر خالد رضي الله عنه جيشه بالهجوم، فانطلق المسلمون نحو هؤلاء الأعداء، لكنهم ارتطموا بهذه الآلاف المؤلفة، موج من الأعداء من الروم ومن الفرس ومن العرب المتعطشين للانتقام
من جيش المسلمين، وأصبحت هناك معركة، قتال مرير وحرب لم يرى المسلمون مثلها في كل المعارك الماضية. خاض المسلمون أشد المعارك وأعظم هذه المعارك، واشتد هؤلاء الأعداء على هؤلاء المسلمين، وانقطعت الأصوات فأصبح لا يسمع صوت في هذه المعركة إلا صهيل الخيل وصليل السيوف، وثبت المسلمون ثبات الجبال، وسطروا أروع البطولات وأعظم التضحيات من أجل هذا الدين العظيم. فما هي إلا لحظات حتى أنزل الله عز وجل نصره على المسلمين، وأصبحت تتصدع صفوف هؤلاء الأعداء. جاءت علامات الهزيمة والفشل على هؤلاء الأعداء، فما هي إلا لحظات حتى انهارت صفوف المشركين وفروا من أرض المعركة، وانتصر المسلمون انتصارا عظيما. انتهت هذه المعركة بهذا النصر العظيم. قيل أن قتل هؤلاء الأعداء أكثر من 100,000، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وابن الأثير في الكامل في التاريخ. 100,000 من هؤلاء الأعداء هم حصيلة القتلى في وسط المعركة وفي أثناء المطاردة. هذه المعركة، معركة الفراض، هي آخر المعارك التي خاضها خالد بن الوليد رضي الله عنه في أرض العراق، وهي آخر المعارك الكبيرة التي وقعت في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أيضا خاتمة هذه السلسلة التاريخية التي بدأناها معكم، وبإذن الله تعالى في وقت لاحق نتكلم عن الجزء الثاني من فتح العراق في عهد الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما لكل خير، وصلى الله وسلم على رسول الله.